المحمود الله جل جلاله واهل الثناء والصلاه والتسليم محمد واله صح شريبتكم ربي يتقبل ربي يعاوننا أه اش باش اش نجم نقول انا عدينا ثلاثة ايام من رمضان وكاين بدات نفوسنا تتطبع وكاين بدينا ناخذوا على سق جديد الريتم جديد بدينا ناخذوا عليه خرجنا من حالة الارتباك والان ولا طبيعي بالنسبة لينا نعم طبيعي باش ما نفكروش في السيجارو البارح البارح البعض وقت اللي وجعوا راسه وقعد في داره مشى هز سيجارو باش يشعلوا اه صايم خاطر مازال ما اليوم احنا استانسنا. نحب نقول اخواني العباده ككل عباده عندها جسم وعندها روح. وان العباده ما تصبح ما تنتقل من طور العاده الى طور العباده الا بالروح. وان تكرار الصيام جعل في بعض الاحيان الصيام صوره. ولذلك شفايف شايحة وعينين ذبلانة ووجه أصفر ومشيان بالكتة من كتو أما عادة تحليمة كما كانت قديمة دائما وبدا اللي فيه الجمزة فيه الجمزة واللي فيه الغمزة فيه الغمزة واللي فيه شباره من هوني وصوابعه من هنا كالعادة نحب نقول وان رمضان التزام ومعنى انه التزام انه تغيير عادات تغيير تصرفات ان رمضان ما هوش اقتصار على طعام وشراب وهجران للذه الجنس وانما هو حمل النفس على تصرف جديد وذكر على سيدنا صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الصيام هو عن طريق الجوع المدخل على النفس والعطش كيف كيف والحاجة الملحة اللي نتحكم فيها عن طريق ذلك ثم التذكير وتنبيه لمجموعة عناصر اختيارات اخترناها في حياتنا أصبحت سلوك من سلوكياتنا احنا تطبعنا في حياتنا بانحرافات ذاتية فينا اللي هو تاجر وغشاش وفينا اللي هو خاين وفينا اللي هو كذاب وفينا اللي هو معتدي وفينا اللي حاقد وعنا اللي مريض بالحسد أمراض متعددة وكثيرة والأمراض هذه ما عندناش طبيب يداوي منها فما طبيب يداوي من الحسد فما طبيب يداوي من الحقد فما طبيب يداوي من الشح ما فماش فما فرماسيه محلوله الفرماسيه تسمى رمضان هذه تمشي لها الناس بارادتها لتنتقي منها ما يصلح حالها واللي يدخل عليه رمضان وما يفتحش قلبه باش يعرف واش عنده من مشاكل واش عنده من امراض هذا لا رمضان له هذا لا يبقى له من رمضان الا شحوبه الوجه والجوع والتقريعه الزايده اما رمضان باش يادي دوره فيه ما ياديش رمضان اخواني الكرام كاينو طبيب ونمشي له على مرضنا فما واحد يمشي للطبيب وخرج 40 دينار من مكتوبه ويعطيها ويرضى باش كيما يدخل كيما يخرج تخل ب 4 غرام سكر يخرج ب 4 غرام سكر وتخل بالضغط 17 و18 يخرج بالضغط 17 و18 وتخل بزرسته وتوجع فيه يخرج بزرسته وتوجع فيه ما يقول الطبيب هذا ما يداويش اذا كاننا نحبه داوي معلينا كان احنا نحبوا رمضان يداوي والفرماسي متاعه تصلح حوالنا ما علينا كان نقيس ارواحنا احنا القدام ولا التالي وش معنى احنا قدام ولا التالي يا اخي ما فيناش عيوب يا رب الناس ثم واحد فينا وهو يشعر بانه بشر مخلوق ما يشعرش بانه فيه نقايص النقايص يا اخواني الكرام اللي باش يعالجها هو قراري وقرارك في ان نجعل من رمضان مناسبه باش ينحي من تعلقنا وقلوبنا وسلوكنا واختياراتنا وافكارنا مجموعه من النقائص نحن نقر بها والكثير منك يقعد مع نفسه يقول صحيح انا ناقص في هذه وناقص في الاخرى يشعر بذلك لكن ساعات ما يلقاش شكون يعاونه المجتمع ياثر عليه، الناس تاثر عليه فرمضان يا اخواني الكرام هو المناسبه الذي تجعلنا ننفرد بأنفسنا لقرار حكيم في شأنها ربي يعاوننا على ذلك تصبحوا علي خير وما تنساوش شوانا الليله عندكم تراويح وتفكروني بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته